البصائر، المنتقد، الشهاب، الإصلاح، كلها كانت تصدر هنا من هذا المكان، مطبعة الشيخ عبد الحميد بن باديس. بفضلها أصبح رائد النهضة الجزائرية يصدر صحفا حرة مستقلة. الشيخ عبد الحميد بن باديس كان يخدم في جريدة، كي لقى مضايقات دار هاد الجريدة، وهاد المطبعة كانت أولا دير جريدة المنتقد. من بعد حوالي كما يقولوا المؤرخين، على حساب المؤرخ، المنتقد هذا كان الشيخ عبد الحميد بن باديس فيه توعية للشعب باللي الاستعمار ولازم إبان واش دار ضايقوه، نحاولوا هذه الجريدة، ولا دار جريدة الشهاب اللي كان اللي كانت هي اللسان نتاع جمعية علماء المسلمين. لتجسيد فكرة المطبعة قام عبد الحميد بن باديس وأبوه بالتمويه عبر حيلة انطلت على المستعمر فأصبحت حقيقة على أرض الواقع. أسست 16 أبريل 1925 كانوا فيها أربعة يشاركوا فيها باش يطلعوها باش تعود الصحافة تاعهم حرة. زعما الولد الشيخ عبد الحميد راح يدير مطبعة حرة، جبت له الدراهم تاعو نحاهم له، هي حيلة برك باش نهار اخو يقولوا هاو باباه ماهوش موافق معاه. الغبار والصدى الذي خلفه زمن طال أمده حركته اليوم جمعيات ومتطوعون لإعادة بريقه حتى يكون متحفاً يستعيد من خلاله الجزائريون شيئاً من ذاكرتهم. فور إبلاغنا من طرف مديرية الثقافة قسنطينة، تقدمنا بهذا العمل التطوعي اللي هو ترميم المطبعة الجزائرية الإسلامية للشيخ عبد الحميد بن باديس، كمساهمة من المؤسسة للرمز النهضة الإسلامية العلمية في الجزائر الشيخ عبد الحميد. تليها عملية تجهيز وترميم آلات الطباعة من طرف جمعية إرث للتراث المادي واللامادي، كل ذلك سبقه عمل من طرف مديرية الثقافة خاص بحصر وجرد كل الممتلكات المنقولة المتواجدة على هذه المطبعة، وتكفلت جمعية مستقبل الجمعية المتواجدة بالحي بحفظ هذه المنقولات إلى غاية نهاية الترميم. بعد أن استلم أمس متحف المجاهد أغراضا شخصية ووثائق خاصة بابن باديس، ها هي مطبعته اليوم ترمم حتى تكون عما قريب إرثا آخر خلفه العلامة.